وضع اللاجئ المكسيكي صعب، بس يلي لاجئ عند المكسيكي وضعه لسه أصعب. حكينا بأكثر من مناسبة عن أزمة اللاجئين يلي عم يحاولوا يدخلوا على الولايات المتحدة من المكسيك، وعن الأوضاع الصعبة يلي عم يمروا فيها على طريقهم وبمراكز الاحتجاز اللي عم تحطهم فيها حكومة ترامب. بس الجدير بالذكر انه حاليا اللاجئين اللي عم يحاولوا يدخلوا من المكسيك على امريكا معظمهم مو مكسيكيين وجايين من بلدان تانية بامريكا الوسطى مثل غواتيمالا وهندوراس والسالفادور، والمكسيك عم تلعب دور نقطة تجمع ومعبر بالنسبة لهدول اللاجئين، تقريبا مثل الدور اللي عم تلعبه تركيا او اليونان بالنسبة للاجئين السوريين اللي عم يحاولوا يوصلوا لاوروبا. وبالسنوات الاخيرة زادت اعداد اللاجئين اللي عم يوصلوا على حدود الولايات المتحدة من هدول البلدان بشكل كبير وملحوظ، والسبب تردي الأوضاع فيها لأنه هندوراس مرت بانقلاب عسكري بال2009 ولهلأ وضعها غير مستقر، وغواتيمالا والسالفادور عم تزداد فيهم وتيرة العنف بسبب الحروب اللي عم بتصير بين عصابات المخدرات بهدف السيطرة على المنطقة، وطبعا معظم الضحايا بهي الحروب هن الناس مدنيين أبرياء. هذا غير المشاكل الاقتصادية اللي موتت العالم من الجوع، ولهيك عم تعاني أمريكا الوسطى من أحد أسوأ أزمات اللاجئين بالتاريخ الحديث. وخلال الأشهر الماضية كان عم يوصل على حدود الولايات المتحدة الجنوبية حوالي 100,000 لاجئ شهريا، ولحتى يصلوا هدول اللاجئين عم يضطروا يطلعوا من بلادهم ويعبروا المكسيك، وبمعظم الوقت سيرا على الأقدام بقوافل جزء كبير منها نساء وأطفال، وبنهاية هي الرحلة الشاقة عم تكون حالتهم الصحية تعبانة ومعظمهم بحاجة رعاية طبية. رئيس المكسيك الحالي أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس ليبرالي موقفه السياسي انه متعاطف مع اللاجئين، وأثناء حملته الانتخابية وعد بأنه رح يساعدهم ويدعمهم وما رح ينفذ سياسة ترامب بالمنطقة. بس فيما بعد واجه مشكلتين صعبين. أولاً المكسيك ما أنا بلد عنده قابلية لاستقبال اللاجئين أو المهاجرين، وبحسب استطلاعات الرأي 58% من المكسيكيين ضد استقبال اللاجئين حتى ولو كانوا بيتكلموا نفس اللغة. وثانياً بشهر أيار 2019 دونالد ترامب ضغط على الحكومة المكسيكية لتوقف تدفق اللاجئين إلى حدوده، وهددهم برفع الضرائب 5% على كل البضائع الداخلة من المكسيك للولايات المتحدة. يعني عملياً قال للرئيس المكسيك بدك تستقبلهم، بدك تقلعهم، بدك تكبهم بالبحر، أنا ما دخلني، المهم ما يوصلوا على حدودي، وعطاه مهلة 90 يوم ليوافق على شروطه. فرئيس المكسيك صار بموقف صعب، إذا ما رضخ لترامب رح يتلقى بلده ضربة اقتصادية كبيرة، وإذا استقبل اللاجئين بالمكسيك رح تقل شعبيته من هون للانتخابات القادمة. فشو كان الحل يلي اتبعته المكسيك؟ بالنهاية رضخوا لترامب ووصلوا لاتفاقية معه بتتضمن نشر قوات مكسيكية على الحدود مع غواتيمالا لتمنع الناس من العبور، واللاجئين بالمكسيك تم وضعهم بأماكن أشبه بالمخيمات بالمدن والأحياء الفقيرة يلي على الحدود مع أمريكا وغواتيمالا، وتم فرز حوالي 6,000 عسكري لاحتوائهم. وحتى اللاجئين يلي عم يندرس وضعهم مشان يشوفوا إذا ممكن يتم إدخالهم للولايات المتحدة لازم ينتظروا بهي المخيمات، وأوضاع اللاجئين بهي المخيمات سيئة، ما عندهم رعاية طبية، ما عندهم كميات كافية من الطعام، والمدن يلي محتجزين فيها هي أكثر المدن يلي بتعاني من عنف عصابات المخدرات بالمكسيك. بهالأثناء ترامب طلع بمقابلات وهنأ حاله على إنجازه، والرئيس المكسيكي عمل احتفالات ببلده بمناسبة الصفقة يلي وصلوا له، واثنيناتهم اعتبروا حالهم حلوا المشكلة، بينما اللاجئين من أمريكا الوسطى بالمكسيك رجعوا لنفس الوضع يلي كانوا هربانين منه بس ببلد جديد، لأنه مع الأسف الدول اللي عم تتفاوض بشأن قضيتهم كان هدفهم من البداية حل مشكلة بلادهم مع اللاجئين، مو حل مشكلة اللاجئين بحد ذاتها. رئيس المكسيك الحالي أندرياس لوبيز رئيس المكسيك الحالي أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور، هي آخر مرة بقول اسمه بالحلقة، من هلأ وطالع اسمه الرئيس المكسيكي.